في أجواء احتفالية لافتة تم صباح اليوم ضمن ندوة صحفية أقيمت في العاصمة، تم تكريم المنتخب الوطني للهوكي على الجليد المتوج بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه. احتفالا بلقب بطولة إفريقيا التي أقيمت بالمغرب، عقدت الجمعية التونسية للهوكي على الجليد ندوة صحفية تم خلالها التعريف بهذه الرياضة، وذلك بحضور بعض اللاعبين. وتهدف الجمعية إلى نشر لعبة الهوكي في تونس من خلال الدعوة إلى أحداث جامعة تونسية للهوكي على الجليد. أعتقد أن هذا الحدث سيساهم في الترويج لهذه الرياضة في تونس وتطويرها من أجل إرساء مستقبل واعد. تتويج تونس باللقب الإفريقي يمثل حافزا من أجل إنشاء قاعات للهوكي على الجليد، مما يجعل إمكانية استقطاب وتكوين اللاعبين متاحة كي لا يتم الاكتفاء بالمحترفين فقط. أنا الأوبجيكتيف بتاعي مش نلعب في تونس البرة على يلعب الهوكي، نو الأوبجيكتيف بتاعي نحب ندخل السبور هذا في تونس، نحب يولي عنا وين نلعبوا في تونس، دونك لازمنا باتينوار، وإن شاء الله إن شاء الله عامين ثلاثة سنين أخرين يوليوا التوانسة صغيرات ينجموا يتعلموا السبور هذا في تونس. سي لوبجيكتيف برانسيبال نتاع لاسوسياسيون نتاعنا. غريب علينا احنا التوانسة والنجاح مش غريب علينا، باش نعملوا يعني ان باتينوار ديني، ان باتينوار اولمبيك، خلي الرياضة هذه تتبث في البلاد، وخاصة نولوا زادة في الألعاب الأولمبية في الشتاء نولي تونس تتمثل. ونجم نقول اليوم هو فرحة الرياضة التونسية، فرحة الهوكي على الجليد. رياضة جديدة تساهم في الترويج لتونس بفضل التحمس القائمين عليها، والدعوة موجهة لسلطة الإشراف لدعم هذه اللعبة وتحقيق نجاحات أخرى في قادم المسابقات.